أفرجت مديرية التربية بمختلف ولايات الوطن عن رزنامة تكوين الأساتذة المتعاقدين الذين تم إدماجهم مؤخراً، أين يبدأ هذا التكوين من 25 من شهر مارس الجاري إلى غاية 8 من شهر أفريل، حيث سيتم استغلال عطلة الربيع لهذا التكوين الذي يعتبر مهماً لمشوارهم الدراسي. تكوين الأساتذة المدمجين هو ضرورة حتمية على أساس أنهم يفتقدون للقواعد البيداغوجية والديداكتيكية والتربوية المطلوبة في مواجهة وتدريس أبناء التلاميذ. احنا نعرف بأن قيادة القسم ومنهجية التدريس والتعليمية هي علوم قائمة تحتاج إلى تدريب مستمر ودائم. مهم أن المهمة هي تكوين أبنائنا التلاميذ، تكوين مواطن الغد، وهذا يمر على المدرسة الجزائرية، ولا يمكن أن ننجح بدون أستاذ مكون وأستاذ مؤطر تأطير جيد. تكوين بيداغوجي تحضيري لجميع الأطوار الدراسية على مرحلتين أو أكثر، أين تنطلق المرحلة الثانية في الفاتح من شهر جويلية القادم إلى غاية الثالث من شهر أوت، على أن يتم إلزام المعنيين باجتياز امتحان نهاية التكوين مع مناقشة مذكرة. نؤمن بأن بالنسبة للتعليم وهذه الخدمة هذه تحتاج إلى تكوين متخصص، ولهذا احنا مع المعاهد اللي تكون أساتذة خصيصا لهذه المهنة هذه. أيام من خلال تكوين يعني على مرحلتين بالنسبة للماستر وشهادة مهندس، عندهم تكوين على مرحلتين الآن، وعندهم تكوين في نهاية في جويلية، يعني في نهاية جويلية وبداية إلى غاية ربما بداية أوت. بالنسبة للليسانس عندهم على 4 مراحل أظن، وين تتوج في النهاية أو تنتهي بامتحان نهائي. تكوين الأساتذة المتعاقدين المدمجين من شأنه تحسين مستواهم التعليمي وإلمامهم بالطرق البيداغوجية والتربوية لمواجهة وتدريس التلاميذ ببرنامج وتأطير مناسب من طرف الوزارة الوصية لإنجاح هذه العملية.